يوجد في هذه الأيام هجوم شرس وعنيف على الكتاب المقدس، هجوم من المتشككين، من الملحدين، من المسلمين، من العلمانيين، وللأسف الشديد العديد من المسيحيين أيضا بشككوا في صحة الكتاب المقدس. ورح نتناول موضوعات كتير حتى نعالجها ونشرحها من خلال هذه الحلقات. في هذه الحلقة السؤال: هل فعلا ولد المسيح من العذراء؟ رح نتكلم عن الميلاد العذراوي ليسوع المسيح، هل ولد من عذراء وما هي الأدلة التاريخية أو الكتابية في العهد القديم؟ ما هي الأدلة في العهد الجديد؟ وما هي الأدلة اللي بشكل عام نسمعها من هنا وهناك، سواء من تاريخ الكنيسة أو آباء الكنيسة إلى يومنا هذا؟ ابقوا معي حتى نعالج هذا الموضوع المهم ونلقي الضوء على هذا الموضوع الخاص والهام: هل فعلا ولد المسيح من عذراء؟ سأعود بعد هذا الفاصل. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله.